إلى غزة وصل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في زيارة هي الأولى من نوعها، تستمر 4 أيام ويشارك خلالها في إحياء الذكرى 25 لانطلاقة الحركة. مشعل فور وصوله قبل تراب قبل أن يعانق رئيس وزراء حكومة حماس إسماعيل هنية، وأكد أنه يتمنى الشهادة على أرض غزة. ويرافق مشعل في هذه الزيارة نائبه موسى أبو مرزوق، بالإضافة إلى عضوي المكتب السياسي عزة الرشق ومحمد نصر. في الأردن تظاهر زهاء 1000 شخص أمام محكمة أمن الدولة داعين إلى الإفراج عن متهمين اعتقلوا خلال احتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات الشهر الماضي، ومطالبين أيضا بإسقاط الأحكام العرفية. وشاركت في التظاهر الحركة الإسلامية ومجموعات شبابية بشعار جمعة إسقاط الأحكام العرفية وسط وجود أمني كثيف. أمرت اليابان جيشها بإسقاط صاروخ ستطلقه كوريا الشمالية في حال هدد أراضيها، فيما حركت الولايات المتحدة مدمرتين للصواريخ لزيادة الضغط على بيونغ يانغ. وتأتي هذه الخطوات فيما قال مركز أبحاث أمريكي أن الثلوج الكثيفة التي تساقطت أخيرا يمكن أن تعرقل خطط الإطلاق الكورية الشمالية.